صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. في مشكلة جات لي يا جماعة، عايزة كده اقعد اتكلم معاكم شوية بخصوصها، بس استوحيت فكرة الفيديو ده من المشكلة دي. النرجسي انا لاحظت حاجة، ان هو بيعمل دايما اهمال متعمد لكسر ارادة الضحية. الاهمال ده هو بيبقى عايز يستمد منك كمية من الاهتمام رهيبة تكاد تكون أكبر من قدرتك بكتير. يعني بيبقى عايزك تهملي كل شيء في الدنيا، نفسك، عيالك، أهلك، كل شيء، ومن الآخر يتغذى عليكي من كتر ما انت بتهتمي بيه. أحيانا تحس إنه عامل زي الطفل الصغير اللي عايزك طول الوقت تهتمي بيه بطريقة رهيبة. من كتر طلب الاهتمام الست بتزهق وبتمل وبتبقى حرفيا بتضغط على نفسها بوسائل الضغط او الخوف. طبعا هو بيضغط عليها بوسائل الضغط، وهي بتضغط على نفسها وبتجبر نفسها لعطائه خوفا من المشاكل او الصمت العقابي او الشيء اللي هو الحرب الخفية اللي هو هيدخلها فيها من تحت لتحت، او العقاب من الاخر اللي غير ظاهر. ايه اللي بيحصل بقى في النقطة دي؟ بيحصل اهمال متعمد ليها لكسر ارادتها، فكل شوية الاهمال لكل احتياجاتها: اهملي نفسك واهتمي بيا. لو فكرت تطلب اهملي نفسك واهتمي بيا، فطول الوقت مع طول السنين مع الشخصية السامة بتعلمك حاجة واحدة بس وبتدربك على حاجة واحدة بس: اهمال الذات والاهتمام بها هي. طب مع طول الفترة الانسان بينسى نفسه. يعني ايه الست بتنسى نفسها؟ او حتى الراجل لو في علاقة نرجسية مع ست، الانسان ده بينسى نفسه تماما لدرجة ان هو بيزوف في الاخر. يعني من الاخر طول الوقت بالست مش بتفكر في احتياجاتها هي، لا بتفكر في احتياجاته تديها له عشان مش عايزة ازعاج. الراجل نفس الفكرة، انا هديلها احتياجاتها عشان ما تعمليش فضايح او تعملي مشاكل مع الناس او تسمع بيها حد او تفضحني في اي حاجة كده. يعني من الاخر انا هدي هسكت البني ادم ده عشان اتحاشى مشاكله او فضحه او ازعاجه او وسائل الضغط او السيطرة اللي هيعملها لي او الحرب الخفية اللي من تحت لتحت اللي محدش عارف عنها حاجة. فمن الاخر طول ما انت في علاقة سامة مع بني ادم، تلاقي نفسك في اللحظة دي طول الوقت بتهمل احتياجاتك في مقابل انك بس تسكت. انا اسف اللفظ، اكن كلب عايز ينهش وخلاص. كارثة بقى. مع طول الاهمال الشخص لنفسه واهمال الاخر ليه، بيحصل نوع من انواع الاحتياج المكبوت الغير ظاهر والغير واعي للشخص نفسه او للاخر. فبيجي هنا المتطفلين والناس الدخيلة تشتغل مثلا على نقطة احتياجات الراجل. إذا كانت مثلا ستة أو حاجة، يبقى هو شايف احتياج اللي قدامه وهي ذات نفسها جاهلة لذات، فمش عارفة اللي عايزاه. واللي معاها خلاص هو اطمن لأنه تم تدريبها خلال الأيام اللي فاتت أو السنين اللي فاتت اهتم بيا، وبالتالي اهملي ذاتك. مع طول الفترة اللي بتسألها البني ادم ده حرفيا بيذوب في الاخر، بينسى نفسه وبينسى ذاته وبينسى احتياجاته، وبيخش نوع من اهمال النفس والذات وجهل كمان بالذات لما بيروح خالص. فيجي بقى مين من كتر الاهمال بقى؟ انت اهملت نفسك، لاما بيخش في مراحل جديده من المرض، لاما بيخش بيبقى وسيله سهله قوي او فريسه سهله قوي من كتر الاهمال والتداهم وذوبان الذات في الاخر واهمال كل شيء حرفيا، لان انت يبقى تركيزك كله في انك تسكت اللي قدامك وتديله كل اللي هو عايزه عشان بس مش عايز يزعل، مش عايز فتح، مش عايز اي حد، عايز المركب تمشي وخلاص. والاخر بيبقى عارف ده، فبيعمل ايه؟ انا عارف انا هضغط فين عشان عايز ايه. فاهمين الفكره؟ بعد طول الفترة من الإهمال بقى، إيه اللي بيحصل؟ ونسينا نفسنا بقى ونسينا ذاتنا ونسينا أهم نقطة، إن الإنسان بيتغذى. يعني مش إحنا بنتغذى على الأكل والشرب؟
على المعلومات اللي انت تعمل له تجديد او توسع في الافكار اللي انت بتديها له. كذلك الروح تتغذى باتصالها بربنا. طب والنفس يا بنات تتغذى بالمعاني، يعني انت محتاجه من زوجك معنى الامان والثقه والاهتمام والرعايه والرحمه والود ومعاني كتير جدا جدا. المعاني دي استحاله تقدري تعيشي من غيرها. علشان كده لما البني ادم لما بيلاقيش احتياجاته في الواقع بيبدا يحصل له انسحاب لعالم الخارج. فاهمين النقطه دي؟ او انسحاب لعالم المسلسلات والافلام والحاجات اللي هي من الاخر هتشبع الجزء العاطفي عند البنت او الست. ولو كان الراجل هو المهمل في النقطه دي برضه بتلاقيه بيعمل نفس الفكره، بتلاقيه بيغوص قوي في الاغاني، حاسس قوي بالحاجات دي، في تخيل، او بينسحب برضه لعالم الهم والغم والقرب والمشاكل والمرض. حسب ما هينسحب، حسب المكان اللي هيخش فيه هيغوص فيه، لان هو تايه مش لايق نفسه. يا بنات الراجل المحترم اللي حضرتك متجوزاه لو لم يعرفك على ذاتك ويحببك في نفسك وتكوني معاه ورده منوره يا ست الكل، شرعك محللك انك تسيبيه عشان ما تقعيشي في مشاكل الزنا اللي انا بسمع عنها. لا اما يكفيكي بالحلال وانت برضه نفس الفكره، لا اما يا ست الكل تنبهيه، لكن ما تنسحبيش لعوالم اخرى ولا تلاقي تغذيه بديله. بمعنى نظام الرمرمه يعني. من الاخر الراجل ده من الناس قدام الناس كده شكل ومنظر وزوج وعيله اجتماعيه والموضوع انتهى، لكن داخليا في العقل اللاواعي في زوج اخر. الزوج الاخر ده مين بقى؟ زميلي في الشغل، ممثل على التلفزيون، اصل مغني. الرمرمه دي كلها بتدمر عقلك وبتدمر نفسك وهتدمر امانتك يا روح قلبي، وفي الاخر هتغيبك عن الواقع، ولا هتلاقي رسالتك في الدنيا، ولا هتحطي قصدك، ولا هتاخدي بالك من اي حاجه، هتلاقي نفسك من الاخر بتلزقي في الحيطه. لان بعد فتره هيحصل موضوع اسقاط، هكلمكم بقى في موضوع الاسقاط ده بعد كده، لان انت عندك بطل خيالي لازم هينزل على الواقع. هتيجي بقى بص هنعمل ايه؟ معظم المشاكل اللي انا بسمعها يا بنات الراجل وظيفته في حياتك يا ست الكل ليك فيكي، واخد كلام ربنا، انت ليكي احتياجات تمام؟ نفسيه، جسديه، ماليه، اجتماعيه، وربنا مديكي له امانه. الباشا ده عمل اللي عليه شيلي على دماغك، ما عملش اللي عليه قولي للناس اللي حواليك بما يرضي الله، لكن لا ترمرمي ولا تنسحبي. اللهم اني اتبلغت. افهموا ده، كل واحده فيكم لها رساله في الدنيا لها اثر. انت جايه هنا في البناء الكوني ده كله زي الطوبه كده، شفت الطوبه في الجدار الكوني ده، ليكي دور، ليكي دور. اللي بيحصل ده بيخليكي تنسحبي وتتوهي من نفسك، فمش هتعرفي نفسك. طالما انا جهلت نفسي انا مش هكون حاضره. الحضور مع النفس اساس الحضور، وانك تقدري تلاقي نفسك وتتعرفيها، تتواصلي مع ذاتك. لما تتواصلي مع ذاتك هتحبيها، هتقدري امانتك، هتعرفي تتواصلي مع ربنا اكتر، هتتواصلي مع عيالك اكتر. لكن كل الكلام ده بيقطع الاتصالات، لان بتبقي مغيبه اصلا، داخله في الانسحاب مغيبه، او داخله في قصه خياليه، او بتعملي اسقاط، او بلوث، ولا اي بلوث ده خالص، او ماشيه في طريق الزنا بس عقلي خفيف حاجه كده، بس هفهم لكم بعدين. فاهمين؟ فدلوقتي احنا نعمل ايه؟ نراعي الامانه. نفسك أمانة، جسدك أمانة، عيالك. هفضل كل ما أكلمكم أقول لكم على الأمانات. الأمانات، التواصل مع الذات، لازم لازم تفهمي أنت جاية هنا في الدنيا ليه؟ إيه رسالتك حضرتك؟ أنت وظيفتك هنا في البناء الكوني ده كله؟ ربنا مديكي مكان كده، المكان ده أنت مسؤولة عليه. هيسألك عليه أوله جسدك، نفسك، نفسك لا تهان ولا تذل خالص. أي بني آدم هيهينك وهيذلك ده أنت هتتعاقبي عليه، لان نفسك امانه. جسدك اللي هتاكليه وهيضر جسدك امانه، اللي هتشوفيه وتسمعيه وهيدخلك في نوع من انواع مراحل جزئيه من الزنا هتتحاسبي عليه امانه تمام. هتخلي حد يستغل احتياجك ويكسرك بيه وتتعبدي البني ادم هتتسالي على النقطه دي. فخلي بالكم كل واحده فيكم موكله في الامانات بتاعها. المساحه دي مساحتك، مساحتك هتسألي عليها، مالكيش دعوة اللي قدامك هيجاوب في امتحانه ازاي، انت ركزي مع نفسك.
ركزي في امتحانك، ركزي في صحتك، في بناء نفسيتك، في بنائك العقلي، في حدودك، في حقوقك، في امانتك، في ولادك وفي وقتك وفي عمرك وفي رسالتك. هتعرفي نفسك والراجل اللي انت عايشه معاه الباشا ده لو لم يتعامل معاكي بما يرضي الله لا تنسحبي، كلمه ورد غطاها، لو لم يعمل على عفتك وسترك وانه يقضي كل احتياجاتك بما يرضي الله على قدر، طبعا على قدر قدرته هو طبعا من غير ضغط، تمام؟ وانت نفس الفكره، مش هنقول بس بما ان انا كل اللي متابعيني معظمهم بنات فبتكلم بس بصيغه ان هم قدامي بنات، لكن طبعا في ستات بتعمل كده او من كده عشان بس يبقوا فاهمين. الست النرجسيه بتبقى اسوأ من الراجل النرجسي كتير، لانها بيبقى معاه كمان كيد، في حته كيد كده، فحاجه فظيعه يعني. ربنا يحفظنا، ربنا يحفظنا. هكلمكم تاني ان شاء الله في اي فيديو تاني على الست النرجسيه، عشان دي حكايه، لان بيتخلص معاها حته كيد كده حسب الله ونعم الوكيل، يعني مش هتكلم الموضوع ده دلوقتي، ما نطلعش بالموضوع. ولكن زي ما قلت لكم، انا مش عارفه اصلا الفيديو احنا بدأناه بايه يا جماعه، يا جماعه كل مره بنسى، يا جماعه انا بفتح الفيديو بايه يا جماعه، ما علينا. المهم